مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي مباشر من مصر في كل مكان. اهلا بحضراتكم في لايف جديد، معاكم عبد الرحمن عاشور. النهارده موجودين مع حضراتكم من رمسيس خلف مستشفى القبطي عند وحيد. بيقولوا على وحيد ملك الفول والبطاطس الجمبري، تعالوا نشوفوا ايه الحكايه بتاعته. عايزين نعرف مساء الخير. مساء الفل يا باشا. عايزين نعرف منك ايه سر البطاطس الجمبري؟ ده سر المحل يا باشا. الخلطه دي اختراعنا احنا، ما بنطلعش الخلطه بتاعتنا بره، ده اختراع المحل. في ناس كتير جربت تعملها بس ما عرفتش تعملها زي هنا بالظبط. بطاطس معاك؟ وزي ما حضراتكم شايفين دي البطاطس الجمبري، زي ما حضراتكم شايفين. ابعت يا معلم. لو عاوز تفطر فطار مصر اصيل او سحور يبقى لازم تفطر عند هنتابع معاكم الاجواء، اجواء شهر رمضان من عند وحيد. زي ما حضراتكم شايفين منظر جمالي. مساء الخير. انت بتفطر هنا كل يوم عند وحيد؟ لا، النهارده كل سنه باجي السحر هنا، كل سنه مره يعني. اول يوم النهارده في رمضان، اول يوم رمضان، اول يوم ليك في رمضان النهارده؟ ايه رايك في السحور عند وحيد؟ زي الفل. يلا يا باشا الدور ده. اه يا باشا. عايزين نعرف منك ايه موضوع البطاطس الجمبري ده؟ ماشي زي الفل. حاجة كويسة جدا وحاجة إن شاء الله عليها. بقالكم كام سنة في الشغلانة دي؟ إيه؟ بقالكم كام سنة؟ كتير. كتير جدا.